في حلقة جديدة. بالتأكيد كل المصريين يعيشون حالة جديدة من الحزن والحداد. الحداد في هذه الحالة تحديدا ربما يشوبه لحد ما إحساس بالرغبة الشديدة في الفقر والانتقام. ربما عند البعض يكون في إحساس شديد بالمهانة والإهانة، لأنه هو ده الهدف من المشاهد التي بثها تنظيم داعش الإرهابي منذ قليل، لإعدام وذبح 21 مصريا من المسيحيين. هدفهم إشعال الفتنة الطائفية من جانب، واللعب على وتر الفتنة الطائفية، وإظهار الإسلام بأنه يقوم بذبح المسيحيين بهذا الشكل، بالإضافة إلى أنه عندهم هدف تاني، وهو كسر شوكة الدولة المصرية التي وقفت على قدميها، أو التي ربما نقول هي الوحيدة التي نجت من مخطط ومن مخططات نشاهدها جميعا أمامنا في سوريا والعراق واليمن وفي ليبيا. ليبيا كانت مسرحا لهذه المذبحة الدموية المأساوية. الجديد اللي هيبقى عند الناس، لأنه مش هستعيد بالتأكيد، الناس مش عايزة اللي يكلمهم عن ألمهم ومواجعهم وعن الإحساس بالإهانة والمهانة. الناس هتقول طب نعمل إيه؟ هتلاقوا بعض الناس يقولك لابد أن نوجه ضربات عسكرية لداعش في ليبيا، لابد أن نثأر وننتقم بأي شكل، لابد أن نأخذ القصاص لشهدائنا في أي مكان، كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية وكما تفعل الدول الكبيرة. لما كنت بتكلم منذ قليل مع بعض المسؤولين في وزارة الخارجية، فقالوا الهدف من هذه المشاهد هو أنه داعش عاوزة تجذب مصر، وعايزة أنها تضع كمينا لمصر بحيث أنها توجه ضربات عسكرية مش معلوم هتوجهها فين والمين والأي مكان، انتقاما وفأرا. وقالوا أنه هدفهم هو أن تنفعل مصر وتوجه ضربات عسكرية يمكن أن تكون النتيجة هي خسائر نحققها في المستقبل وحواجز نفسية مع الشعب الليبي، خاصة كمان أنت هتوجه ضربات عسكرية فين والمين. لكن لما بتسأل عددا كبيرا من المختصين والفنيين وعددا كبيرا من المواطنين المتحمسين والغاضبين، هيقول لك لازم نفقر ولا بد أن نحصل على القصاص العادل بتوجيه ضربات عسكرية لداعش في ليبيا. خلاص، حسبما يقولون الإرهاب يأتينا من ليبيا تمويلا وأسلحة ومقاتلين إرهابيين ينتقلون من ليبيا إلى سيناء. داعش في سيناء تلاحق أيضا المسيحيين، وهنجيب لكم تقرير حتى بعد قليل إذا لحقنا بذلك لإشعال النار في منزل أحد المسيحيين وملاحقة المسيحيين في سيناء. داعش في سيناء، داعش في ليبيا، الناس تطالب بالفقر والانتقام. هل ننفعل؟ هل نغضب؟ الدبلوماسية بتقول لا يمكن أن ننفعل أو نغضب، لا يمكن أن نوجه ضربات عسكرية لليبيا، لكن هتلاقوا شعبيا الناس تطالب بتوجيه ضربات عسكرية لداعش. مشهد إعدام وذبح 21 مصريا، يعني العدد كبير. الولايات المتحدة الأمريكية لما بيتم إعدام صحفي أمريكي أو صحفي أوروبي، بتنزعج هذه الدول وتذهب لمجلس الأمن وتشكل تحالفا دوليا لمواجهة داعش وتوجه ضربات. لكن داعش في سوريا والعراق معلوم، لكن داعش في ليبيا هنا عشان تأخذ هذه الخطوات، هل بقى نحتاج للضغط السياسي عشان نقول لمجلس الأمن إنه ليبيا أصبحت ساحة للجماعات الإرهابية التي لا تهدد مصر فقط، تهدد المنطقة كلها؟ طب هيبقى عندك علامات استفهام تانية. الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتحارب داعش في سوريا وفي العراق بتتحالف مع الجماعات الإرهابية في ليبيا،
هنا السؤال، هل يمكن أن نذهب لمجلس الأمن؟ هل يمكن أن نضغط من أجل أن تشمل الساحة الليبية توجيه الضربات التي توجه لداعش؟ طب هل ده يمكن أن يسيء للعلاقات بين الشعبين في ليبيا وفي مصر؟ كل هذه الأسئلة وكل هذه الحسابات السياسية هي أسئلة هذا التوقيت. الناس منفعلة جدا، غاضبة جدا. مشهد الذبح، مشهد بس نشوفهم وهم بيمشوهم. احنا طبعا لا نستطيع ان احنا نجيب مشهد الذبح لاعتبارات إنسانية ووطنية وأخلاقية وقومية، بالإضافة إلى الشعور الشديد بالإهانة والمهانة. يعني أي انتصار يحققه هؤلاء؟ ومن يصنع هذا المشهد اللي يتم التعمد أنه هذا المشهد يكون على ساحل مية؟ يعني حتى عايز يديله طبيعة وعايز يطفي على هذا المشهد طابعا زي اللي انتوا شايفينه، طابعا يبقى فيه الطبيعة، البحر أو المياه من الخلف، ويبقى عندك ينفذ هذا المشهد بهذا الشكل التمثيلي، وداعش بأقنعتهم السوداء وملابسهم السوداء، بالإضافة إلى أنه الضحايا أو الشهداء المصريون يرتدون ملابس موحدة في مشهد يدمي القلوب ويؤدي إلى أنه الناس تشعر بالإهانة والمهانة وتقول ما الذي سنفعله؟ والهدف هو كسر شوكة الدولة المصرية التي وقفت على قدميها. الهدف زي ما بتقول الخارجية المصرية لما كنت بتكلم مع بعض المسؤولين، هو انه ان احنا ننفعل ونغضب. طيب اللي بيقول نوجه ضربات، نوجهها لمين وفين وفي اي مكان، وايه اللي احنا ممكن نعمله؟ في كمان هيبقى جانب تاني هيتعلق بعائلات الشهداء. يا ترى كل ام وكل اب وكل اخ بيشوف احد افراد العائلة بهذا الشكل، ايه احساسه وايه شعوره؟ صحيح احنا كلنا هيبقى عندنا شعور بالغضب الشديد والرغبة في الثأر والانتقام، لكن شعور عائلات الشهداء سيكون مختلفا. عشان كده هبدأ بيهم وهنحاول نشوف رد فعلهم، لانه كمان القصاص للشهداء مطلوب، لا يمكن ابدا ان نستهين به ولا يمكن أن نقلل من شأنه. لكن هل يمكن أن نوجه ضربات عسكرية لداعش في ليبيا؟ هل يمكن أن نلجأ لمجلس الأمن لكي تكون ليبيا ساحة؟ خاصة أنه قرار مجلس الأمن ما بيحددش، لكن هل نحتاج للضغط من أجل أنه إذا كنتوا بتوجهوا ضربات عسكرية لداعش رغم يقيننا من أنه في تحالفات تتم في الخفاء وبشكل سري بين بعض الدول الكبيرة التي تظهر العداء المعلن فقط لداعش، لكن لا نعلم ماذا يخططون، لكن هل في كل الأحوال هل نضغط سياسيا؟ هل نلجأ عسكريا؟ هل يمكن أن نستخدم كل الوسائل؟ إيه اللي ممكن نعمله؟ هل ننفعل؟ هل نغضب فقط ولا لابد من اتخاذ خطوات؟ هبدأ بعائلات الشهداء بباوي يوسف، وعنده اتنين من الضحايا، شقيقه وابن شقيقه. يا استاذ بباوي، استاذ بباوي سامعني؟ اي يا فندم. اللهم تغمد الشهداء بواسع رحمته، وربنا يلهمكم جميعا الصبر والسلوان ويخليكم تتحملوا هذه المشاهد. استاذ بباوي، لما شفت هذه المشاهد منذ قليل اللي قامت جماعة داعش الإرهابية أو عصابة داعش الإرهابية ببثها، كيف تعاملت معها؟ أولا أستاذ وائل، أنا بباوي اللي حاولت 300,000 مرة أطلع مع حضرتك على الهواء مباشرة، والأستاذ هاي زيجت مني علشان أطلع مع حضرتك، عشان الدولة اللي تغزلت في حق أولادها اللي هم في مصر. إحنا يا أستاذ وائل لما نخدم مصر احنا ما هوش الجيش، احنا بنلعب بتراب مصر يا سفوان. انت اساسا كنت اكتر واحد محبوب لدى
كنا بنحب ان احنا نذيع الموضوع من عندك. انا بعت لك رساله استاذ وائل وقلت لك انت مش هتتكلم عنهم الا لما يموتوا. هم في فعلا استشهدوا احنا اتكلمنا عنهم كتير يا استاذ بيباوي. احنا اتكلمنا دايما. معلش اسال استاذ وائل زعجت مني. انا كان نفسي اعرض الموضوع عندك. انت واصل انت راجل مسموع عند الدنيا كلها. كان نفسي ننقذ الناس واحد بس انت لما تضمنتش معانا. الدوله سابتنا. الدوله سابتنا يا استاذ وائل وراح. خلينا نشوف ما الذي يمكن ان تفعله. انا مقدر انفعالك وغضبك. خلينا نشوف ما الذي يمكن ان تفعله الدوله الان. انا قلت مجموعه من الاسئله. هل نوجه ضربات عسكريه لداعش في ليبيا ولا نضع اي اعتبار لاي اعتبار ولا نضع اي حدود لاي اعتبار ولا ده مساله تخسرنا؟ هل نضغط سياسيا؟ خلينا نطرح هذه الاسئله. انا لا املك اجابه يعني. بس انا مقدر مشاعرك. كمل يا بيباوي. لما شفت المشاهد. استاذ وائل 21 واحد مصري طبعا مش هيساوي واحد اردني لان الاردني او اي جنسيه احسن من المصري. الاردن انتفضت عشان خاطر تجيب حج الشهيد. احنا عندنا 21 شهيد مصري. ما ينفعش احنا لو الدوله ما طلعتش الجيش بتاعنا ما طلعش احنا شخصيا نتطوع ونطلع في جيش البلد. احنا نتطوع يا استاذ وائل عشان نجيب حق اولادنا. مين يجيب لنا حق اولادنا لمصر؟ احنا بنحب مصر وبنخدم مصر. احنا بنتنا حياتنا عشان خاطر مصر يا استاذ وائل. كانتهم كانوا ماتوا في الجيش. كنا نقول دي شهداء عشان تراب مصر. دول بقى ماتوا بره مصر يا استاذ وائل استشهدوا بره مصر. بيباوي انت في الصور اللي عندك مين تعرفت على احنا شايفين الصور تعرفت على شقيقك وابن شقيقك؟ انا ما تعرفتش على الصور يا استاذ وائل. كل الاخبار نزلت ان هم دول وهم دول مش بيحذروا اساسا يعني الحاجات بتاعتهم بتبقى مظبوطه واحنا ما عندناش لان دول اخويا وابن اختي فيهم وكلهم اساسا من العيله. 13 واحد من العيله يا استاذ وائل كلهم عيلة مصرية. كل مصري يشعر ان كل شهيد هو من عيلته. ما يعني بيباوي كل المصريين يشعرون بالحزن والغضب والأسف والأسى ويرغبون في الثأر والانتقام. لكن صحيح الآلام العائلية وآلام العائلة تختلف عن آلام الجميع. بيباوي انت شايف ما الذي يمكن ان تفعله الحكومة المصرية؟ تاخد لنا حق الناس دي. الحكومة تاخد حق الناس دي يا استاذ. ربنا يصبرك يا بيباوي. وهو ده اللي احنا نطالب بيه انه كيف يمكن ان نقتص لشهدائنا. بيباوي عايزين انا هبقى اتابع معاك بحيث نكلم افراد العائله جميعا ونشوف عائلات الشهداء كما نقول لهم الكلمه الاولى. ويجب ان نستمع اليهم وعلى الدوائر السياسيه انها تسمعهم وتلبي رغبتهم في القصاص العادل. كيف نحقق القصاص العادل؟ ده سؤالنا اللي انا هساله للواء حسام سويلم الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة اللواء اهلا بيك. اهلا وسهلا. سيادة اللواء المشهد المؤلم اللي احنا بنشوفه على الشاشه قبل عمليه الذبح ذبح المصريين. البعض بدا يقول لابد من الثأر والانتقام والقصاص وهي مش قضيه ثأر فقط. كيف نحمي انفسنا وكيف نحمي كرامتنا يعني؟ هل ما يطالب به البعض بتوجيه ضربات عسكرية لداعش في ليبيا ممكن ولا كما يقول البعض انه هدف داعش هو ان تجر مصر الى هذه الدائرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا تعزينا لجميع الاسر المصرية اللي نكبت في هذه المأساة. ولكن انا عايز اقول عشان خاطر نرد على سؤالك لابد ان نفكر بهدوء ونطرح هذه الاسئلة. ايه اللي داعش عايزه؟ ايه هدفها من هذه العمليه عشان افوته لها؟
عايزه ليه؟ ليه عملت العمليه دي ليه؟ وفي اطار مين؟ ومين اللي وراها؟ وايه اللي هم عايزينه؟ عشان اخد قرار سليم بالرد لازم اعرف هم عايزين ايه. داعش مش لوحدها. داعش وراها امريكا، وراها دول في الدائره الاقليميه بتمون باموال، بتبعث ناس من اليمن ومن دول اسلاميه الى مطار مهيطق في مصراته، ولا كل الكلام ده احنا عارفينه. وراها ناس في الدائره الاقليميه، في تركيا النهارده استثماراتها من 11 مليار بقت 43 مليار دولار بالنسبه لليمن، عدائات كتير بالنسبه لنا موجوده في هذه المنطقه. فهم يريدوا ان هذه العمليه في رايي واحد هدف بعيدة المدى وفي هدف قريبة المدى. يريدوا جرجرتنا الى ما يسمى بمعركه الجبهات المفتوحه. بمعنى انك انت تتورط في حرب في ليبيا، وتتورط بعد كده في حرب في باب المندب، وتتورط في حرب في مناطق اخرى زي السودان، زي المناطق اللي هي مشتعله زي اللي انت اليمن وغيرها. ده هدف امريكي ومعلن ومعروف وفاهمينه وبطلناه. الهدف القريب، الاهداف القريبه يعني الهدف القصير المدى هي توريط مصر. ايه قصير المدى؟ خلينا نتكلم. اهداف القصيره المدى طبعا افشال الانتخابات البرلمانيه، اقامه بين المسلمين والمسيحيين في مصر، اضعاف ثقه المواطنين في النظام المصري اللي ولد بعد 30/6 وانه غير قادر على حمايه المصريين، واضعاف ثقه المصريين في الحكومه او النظام الجديد بتاع الرئيس السيسي، وده بيخدم اهداف الاخوان المسلمين. يبقى الاهداف واضحه وصدنا، يعني ما فيش لبس فيها. على المدى البعيد ثورتنا، على المدى القريب المؤتمر الاقتصادي تعطيله، الانتخابات تعطيله، وقيعه وفتنه بين المسلمين والمسيحيين، وقيعه وفتنه ما بين المصريين ككل وافقادهم الثقه في النظام اللي بيحكمهم. هذا ما يجب ان احنا نفهمه. ودي رساله الاعلام. هاي بقى للكلمه او الموضوع الاساسي اللي انت بتفتحه. لابد لابد من الرد على هذا العمل، ويكون رد قوي وفعال. انا املك وسائل، انا مش عايز اتورط في حرب، مش عايز ابعت قوات وفرقه واللواء ولا ما اعرفش ايه ولا هناك، ولو ان انا عندي قوات انتشار سريع وقادره على التدخل، ولكن انا قادر بوسائل اخرى ان انا اواجه ضربات مؤلمه وتوجع للي موجودين في دارنا، واللي موجودين في سرت، واللي موجودين في مصراته، واللي عملوا هذه العمليه بالنسبه لنا. واعتقد ان اجهزه المخابرات بتاعتنا عندها علم كويس قوي 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 باماكن تجمعات المعسكرات اللي في دارنا، العسل المعسكر، واللي موجوده في سرت، واللي موجوده في مصراته، واللي مطار معيتك، وعندنا البيانات كامله على هؤلاء الناس وقياداتهم، واحنا متعاونين مع القوات اللي هو المحافظه اللي بتشتغل في بني غاز وبتشتغل في هذه المنطقه. لابد ان احنا نوجه ضربات قاسمه لكل هذه الاهداف العسكريه، سواء بالطيران او بوسائل اخرى من وسائل المخابرات اللي معروفه اللي هي اندر تيبل تحت الترابيزه. وما تنساش العمليه الناجحه اللي عملتها امريكا لما بعت القوه من الاسطول السادس واخذت ابو علاء الليبي، قتلته من وسطهم لغايه الاسطول السادس. واحنا نقدر نعمل دي ونعمل اكثر من كده، ولنا ولنا خبرات في هذا الموضوع. المهم في هذا الموضوع بجانب الحرص على عدم التورط في جماعات خارجيا، لازم يكون لنا وجود داخل ليبيا على المستوى الرسمي بالنسبه لمؤسسات البرلمان، الحكومه، الجيش، حفتر، لازم نتعاون عسكريا، ولازم يكون لنا ايضا وجود ونفوذ داخل القبائل في المناطق الغير مسيطرة عليها الحكومه، بحيث لما يحصل تهديد للناس بتوعنا نبعت رسائل. اللي هيمس طرف واحد مصري هيلاقي الدم بتاعه قبليه، هيتم حصاده 20 وعارفه غيرك كويس، وعندنا الوسائل لهذا. مش لازم ابعت فرقه ولا ليه ولا بتاع، اعرفه يكون لنا تاثير في القبائل، ولا تاثير في الدوائر، سواء بتاعت اللي بيسيطر عليها الحكومه وفي اجهزه رسميه للحكومه فيها، او المناطق اللي خارج السيطره من خلال القبائل، من خلال، واخترق هذه التنظيمات. لازم اخترق هذه التنظيمات اللي موجوده، وين الرئيس مظبوط. لواء حسام سويلم بتوجه لك بالشكر، الف شكر. اذا هو يعني محدد انه الهدف
هو توريط مصر، ده على المدى القصير والمدى الطويل، إفساد الانتخابات والمؤتمر الاقتصادي، لكن كمان هو بيقول إنه يمكن توجيه ضربات عسكرية لأماكن محددة تعلمها أجهزة المخابرات المصرية بشكل واضح. أنتوا عارفين إنه دارنا في ليبيا هي أصبحت الملاذ والساحة الأساسية لتنظيم القاعدة وكل التنظيمات المتحالفة مع القاعدة، بالإضافة إلى أنه في أماكن محددة يمكن توجيه هذه الضربات إليها. لكن زي ما بقول لكم، لما كنا بنتكلم مع مسؤولين في الخارجية المصرية قالوا الهدف هو أن ننفعل، والهدف هو أنه مصر تدخل في مواجهات عسكرية يمكن أن تؤثر عليها، بس كمان احنا مش هينفع ما ننفعلش. طب لابد أن ننفعل ونشوف ما هي الخطوات التي يمكن أن نأخذها، لأنه الهدف بقى الواضح جدا هو كسر شوكة الدولة، هو أنه كل مصري يشعر بالإهانة والمهانة لما يشوف هذه المشاهد. وبالتالي هنا لابد أن تكون أو أن يكون الرد واضحا وسريعا، لا يمكن حتى تأجيله بأشكال مختلفة. هنحاول نسأل كل المختصين وكل المحللين وكل الشخصيات، وهنحاول كمان نشوف يا جماعة نشوف عائلات يهمنا، عائلات الشهداء لهم الكلمة الأولى دائما، وبعض المحللين العسكريين نسألهم ما الذي يمكن أن نفعله. أستاذ نجيب جبرائيل، أستاذ نجيب أهلا بيك. أستاذ وائل، احنا مش بنعزي أنفسنا، ولكن أنا بقول انضم اليوم إلى شهداء الوطن، 21 شهيد انضموا إلى شهداء الوطن يلبسون أكاليل الشهادة. لكن لو حضرتك تابعت الفيديو هتلاقوا هم ثابتين الجأش وأقوياء ويتمتمون بالصلاة ورافعين أعينهم إلى السماء ويطلبون الشهادة من أجل الوطن، وده حاجة عظيمة جدا. أنا بطلب اليوم من الرئيس السيسي بالإضافة إلى الخبير الاستراتيجي اللي اتكلم، بطلب أن يقام سرادق في رئاسة الجمهورية أو تابع رئاسة الجمهورية غدا، لأن 90 مليون مواطن مصري عايزين يقولوا كلمتهم وعايزين يقولوا أن ما حدث اليوم هو حدث لكل بيت مصري. اليوم 90 مليون مصري حزين، لكن أنا عايز أقول لا يمكن أن تصاب مصر بالانكسار، وإنما دي انتصار وليس انكسار، لأن الشهادة هو انتصار وليس انكسار، ولا يمكن بحال من الأحوال أن ترين إرادتنا. وإذا موتوا مش 21، إذا موتوا 21 مليون إحنا مصر باقية، وإحنا بنقول إن لا يمكن إن هذا هو هيكون استهداف طائفي على الإطلاق. وأنا بقول بحذر من أولئك الذين يلعبون على وتيرة الطائفية، إن ما حدث اليوم في ليبيا من إعدام الأقباط مش إعدام الأقباط، وإنما هي ضربة موجهة مصر. مصر أقوى من أن توجه لها ضربات. بالفعل أن القيادة السياسية وعندنا قادرة يعني هي يعني أن 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 تصبر الغس من السنين، وأنا عارفة أنا متأكد تماما إن مش هتضيع حق الشهداء ولا هتضيع حق المصريين. وأنا بقول المصريين كلهم النهاردة، أنا تلقيت مئات التليفونات النهاردة مش عزاء وإنما تشديد بالقوة، وأنا بقول من الحكومة المصرية النهاردة إن هي تراعي هؤلاء يعني الأسر هؤلاء الشهداء وتحطهم في المقدمة. وأنا بقول أسماءكم أسماء الشهداء هتكون خالدة في كل ميادين مصر وكل شوارع مصر. ومش كفاية يا معالي رئيس الوزراء 1200 جنيه، لا، الكلام ده الحقيقة لابد أن يراعى، ما ينفعش الكلام. هي مش موضوع من ناحية مادية على الإطلاق، وإنما موضوع تكريم للذين سفكوا دمائهم من أجل مصر الحبيبة، ومستعدين كلنا أقباط ومسلمين نسفك دمنا. وإحنا أول ناس لو قالوا لنا روحوا داعش هنحارب داعش. وأنا عايز أفكرك أسوال إن في مصر في دواعش كتير جدا، في مصر ما زالت في دواعش، مش ضروري ان احنا نسميهم دواعش، لكن هم عارفين اسمائهم. فمفاصل الدوله مليانه دواعش، ويجب ان تتنبه الحكومه الى ذلك. هي ليبيا نفسها تستخدم الان من اجل الدواعش في مصر، تستخدم في محاوله لاعاده حكم الاخوان الدواعش او الداعش الام، يعني الاخوان تظل هي. استاذ وائل، في نقطه عايز اقولها لك، ان في طياره بتقوم من برج العرب، وانا سمعت من حد من المنيا بيقول هذا الكلام، طياره خاصه بتاخد المصريين حتى الان من مطار برج العرب الى ليبيا،
وبعدين على ذمة اللي بيشتغلوا، وبعدين بعد ما يوصلوا بيسلموا إلى ناس ليبيين بيسلموهم إلى دواعش. يا سيد وزير الداخلية، يا مساعد وزير الداخلية لأمن المواني، خذوا بالكم من هذا الموضوع، في موضوع في منتهى الخطورة. لا يعني حكاية الطائرة دي نتأكد منها أستاذ نجيب يعني. يا ريت، أنا بقول يا ريت تأكدوا منهم. طيب أستاذ نجيب جبريل ألف شكر. شنودة، أستاذ شنودة أنيس شقيق الشهيد لوجا. أستاذ شنودة ربنا يصبركم وربنا يتغمد الشهيد بواسع رحمته إن شاء الله. إيش يا فندم، ده سعد لكل المصريين. لأن دول سفكوا دمهم لأجل أنهم مصريين ومسيحيين. طبعا مصريين أولا ومسيحيين ثانيا، في محاولة لإشعال الفتنة الطائفية وإظهار يعني هم لا يمثلون الإسلام، والإدعاء وإظهار أن الإسلام يقوم بذبح المسيحيين والإسلام بريء من كل ما يفعلونه. فشنونا احنا دائما مبسوطين ان احنا دائما بنفتح دماغنا لأجل الوطن، احنا مش زعلانين ابدا ان احنا بنقدم دماغنا لأجل الوطن. ان شاء الله حنظل مسلمين ومسيحيين نقدم دماءنا فداء للوطن. استاذ شنودة، انت تعرفت على لوجا في المشاهد كل اللي موجودين سيادتك تعرفت عليهم؟ كل الموجودين معظمهم. طبعا هنا احنا شايفين اهوت المشاهد وانا بكلم شنودة، احنا زي ما قلت لكم دي مشاهد ما قبل عملية الذبح الوحشي، العملية طبعا اللي لا يمكن انه يتم بثها، لكن الهدف من المشاهد زي ما انتم شايفين هو ان يشعر كل مصري بالإهانة والمهانة. استاذ شنودة، لما تابعتوا هذه المشاهد شعور العائلة كان ايه؟ طبعا صدمة، يعني اي انسان بيتحط في موقف زي كده هو بيبقى صدمة ليه، ابنه بقاله سنة ونص غايب بعيد عنه عشان لقمة العيش، وفي الاخر خالص الحكومة تتراخى اولا لان 45 يوم او 50 يوم في تراخي ما يبداوش يتحركوا الا لما تعلن داعش انها ذبحت ولادها. يعني يا فرحه مصر قوي لما تقدر اخر شيء ان ولادها انذبحوا وما فيش اي راس، ما فيش اي تحرك من البلد. احنا مش هنقول حرب لان احنا طبعا مش بتوع حرب، احنا ما نحبش الحرب ولا نحب سفك الدماء، لكن احنا بنقول ان دول ناس ماتوا على اسم مصر لانهم مصريين وما في الاخر هم مسيحيين. يعني هو الهدف من ان هم بيخطفوا الناس بهايات ان هم لازم انهم مصريين ومسيحيين. شنودة، طبعا انت يعني واضح من كلامك ان انتوا بتطالبوا الان بالقصاص، انه الحكومه ترد على عمليه ذبح المصريين 21. انا بوصل رساله لكل مصري ولكل مسؤول، حط نفسك مكاني انا واحكم على الموقف، مش هقدر اقول اكتر من كده. وكل مصري حط نفسك مكاني، لكل مصري وكل مسؤول حط نفسك مكان ابو الشخص دوت، ابو الشهيد، حط نفسك مكانه انت كده هوت، وشوف قد ايه الالم اللي هيتسبب لحاجه زي كده هوت، واحكم انت بنفسك. انا اتركك انك انت تحكم بنفسك لشيء زي كده. تقدر تقول للاستاذ شنودة لو حبينا نقسم الشرائح العمريه، يعني تقدر تديني معلومات عن الشهداء حتى نقدمها للناس، لانهم يستحقون منا ان نقدمهم للناس. يعني 23 سنه ده اصغر شهيد. اكبر شهيد 23 سنه؟ أصغر شهيد 23 سنة، وأكبر شهيد في 36 سنة. 36 سنة، ده أكبر شهيد، وأصغر شهيد 23 سنة. أيوة. والباقي أعمارهم تتراوح بين أعمار 27، 24، 30، 28، 29. طيب. أستاذ شنودة بتوجه لك بالشكر، وعشان آخد أستاذ ملاك منير شقيق الشهيد جابر. استاذ ملاك ربنا يصبركم ويتغمد الشهيد بواسع رحمته ان شاء الله. ان شاء الله.
أستاذ ملاك، بعد ما شفت هذه المشاهد اللي تألم لها كل مصري، كيف تعاملت معها؟ أتعامل معها إزاي حضرتك؟ يعني انهيار كامل في البيت وفي البلد كله. أنتوا تطالبون بالصقر؟ أكيد طبعاً، أنا أطلب بإيه تاني؟ أستاذ ملاك، الشهيد جابر كم سنة؟ حوالي 24. 24 سنة. كان بقاله قد إيه في ليبيا؟ سنة. هو متجوز؟ لا. يعني رايح يشتغل يبني مستقبلا يعني. أيوه. ربنا يصبرك، أنا مش عارف أكلمك أكتر من كده. أنا شايف العائلة بتتألم. هل في حد ممكن في العائلة يكلمنا؟ أنا شايف الأم. هل في حد عندك ممكن أم الشهيد جابر ممكن تكلمنا؟ لا. طيب أستاذ ملاك، بتوجه لك بالشكر، ربنا يصبركوا. معرفش الناس دي هتتحمل، لأنه اللي أنتوا بتشوفوه ده يعني الحقيقة، يعني حتى احنا بنقول للناس بلاش تشوفوا مشاهد الذبح لأنها موجودة متاحة، لكن شوفوا بقى، تخيلوا لما العائلة يمكن أن تتابع وتشاهد هذه المشاهد. الهدف هو كسر شوكة الدولة المصرية، إشعار كل مصري بالإهانة والمهانة الشديدة. أيضا في أهداف تانية تتعلق بتوريط مصر بشكل سريع، لكن حكاية التوريط دي لا يمكن أن تمنعنا من الفقر والقصاص لشهدائنا. استاذ حمد الفخراني، اهلا بيك. اهلا بيك استاذ وائل. خالص التعازي لاسر الشهداء والضحايا، وانا بقول لاهل الصعيد كلهم، يا رجاله الصعيد ما تاخدوش العزا النهارده، ما تاخدوش العزا لما حكومتنا تجيب لنا الثأر تسأل لحق هؤلاء الشهداء. استاذ وائل، الحكومات المصريه كلها السابقه هي تتحمل مسؤوليه ان المواطن المصري بيروح يشتغل بره علشان يجيب لقمه عيش او عشان يتجوز. الحكومات السابقه منذ نظام مبارك، يعني الحكومات مسؤوله. لو الناس ديت ما بنشوفش سعودي واحد بيطلع يشتغل في الخارج، ما بنشوفش كويتي. خلينا استاذ حمدي، مش عايز احنا علشان استاذ حمدي مش عايز استاذ حمدي، حكومتنا افكار، حكومتنا افكار الشعب. استاذ حمدي مش عايز نجلد، اشتغل بره، مش عايز نجلد انفسنا في وقت التسبع. مش عايز يسمع. الاردن قامت ب 60 غاره فورا اعدامه. احنا مش اقل المصريين. استاذ حمدي خليك معايا كده، اسال بس الاستاذ عماد ماهر، قريب بعض عدد من الشهداء في هذه المذبحة الوحشية. أستاذ عماد، البقية في حياتكم وربنا يتغمد الشهداء بواسع رحمته وربنا يصبركم. آمين يا رب. أستاذ عماد، كم من تعرفت على الشخصيات اللي موجودة في المشاهد اللي تم بثها وكيف تعاملت معها؟ حضرتك، احنا اول ما شفنا الخبر احنا مش قادرين. الوقت دلوقتي اهالي الضحايا دي بتموت، اهاليهم بتموت يا فندم. كل بيت اللي فيه اثنين واللي فيه ثلاثة واللي العيلة اللي فيها خمسة، كل الناس دلوقتي العربيات عمالة تحول حضرتك على المستشفيات من حالة البؤس. والناس لما تصوت هنا عمالة تخرب الدنيا، البلد كلها خربانة. يعني الاهالي كلها بيتم نقلهم للمستشفى من التعثر الصحي. العربيات واقفه مستنيه اللي بيقعد اما توصل على طول على المستشفيات. ربنا يصبرهم جميعا وربنا يقويهم على تحمل الالام، لان الام لا يتحملها احد. استاذ ما تخليني يعني اسالك كده، الناس حددت طبعا، شافت وجوه الشخصيات يعني. ايوه كلنا عارفينهم يا باشا، كل البلد، كل لدرجه ان كل عشان عارفين كده، كل بيت طلع من ساعه ما سمعوا اللقاء، من ساعه ما شافوهم على صور التلفزيون كلهم حضرتك طلعوا، البلد كلها طلعت، لان ده ولادنا مش دايهين عني. استاذ
استاذ عماد، الناس بتطالب بايه عندك؟ ما الذي عائلات الشهداء؟ احنا دلوقتي عايزين الجثث، كل مطالبنا عايزين الجثث، وربنا هو اللي يتولى امره. ان احنا نستعيد ال 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 الجثامين يعني. الجثامين لازم حضرتك تيجي الجثامين. احنا كده وارضينا بقضاء ربنا. بس طبعا الجثامين بتاعتهم لازم تيجي. الجثامين بتاعتهم ما جتش تبقى تحت مسؤوليه مصر. كفايه مصر ما قدرتش تحافظ عليهم. تجيب لنا الجثمان بتاعه. انت شايف ايه اللي ممكن تعمله الحكومة المصرية للرد غير حكاية الجثامين؟ اللي تعمل الحكومة المصرية للرد انها ما قدرتش تحافظ عليهم احياء، تجيبهم اموات، تجيب الجثث بتاعتهم. ما قدرتش تحافظ على شعبها ودول حافظ فيهم كده، تجيب لنا الجثمان بتاعه. استاذ عماد، بتوجه لك بالشكر، الف شكر. ده هيبقى طلب من عائلات الشهداء، انه انتوا عارفين الجثامين والمصري تحديدا بيهتم بعملية الدفن وتعوضه الى حد ما، بتعوضه لحد ما، فيش حاجة تعوض طبعا، لكن يعني على الاقل دفن الجثامين من القضايا التي لا يتهاون فيها المصريون. فالناس بيقولوا اذا كنا قد فشلنا في حمايتهم ومنع ذبحهم، على الأقل إن احنا نستعيد الجثامين الآن. بالتأكيد هنشوف ده مع الخارجية المصرية، لأن الناس لما بتذبح هيذبحوهم ويصوروا هذا المشهد ويرموهم بعد كده. للأسف الشديد هذه العصابات الوحشية علينا أن نتخيل منها كل شيء. قمص استفانوس شحاتة، وكيل مطرانية صملوط. قمص استفانوس، أهلا بيك. أهلا بيك السؤال. أهلا بيك وسهلا. ربنا يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهمكم جميعا وكل عائلات الشهداء الصبر والسلوان. قمص استفانوس، لما شفت هذه المشاهد كيف تعاملت معها؟ اولا احنا لما شفنا المشاهد شفنا اولادنا ابطال وهم بيموتوا، بيقابلوا الموت بشجاعه جدا، عدم خوف، صلاه وهم بيصرخوا وهم بيستشهدوا. وده مش يعني مش حاجه بعيده علينا، والكنيسه بتاعتنا دايما بتعلمنا حياه الاستشهاد. لكن طبعا بلا شك ان هم شهداء مصر مش شهداء الكنيسه بس، ومصر كلها النهارده حزينه على هذا المشهد. مش واعتقد المفروض ان المجتمع الدولي مش مصر بس تنظر لهذه الوحشيه، وان ممكن النهارده شهداء مصر هيكونوا شهداء من اي مكان. اللي خدوا 21 من مصر ممكن ياخدوا من اي دوله، فلازم المجتمع الدولي كله ينظر للفيديو ده وينظر للوحشيه اللي بيتعاملوا بيها. دول مش بشر، لو بشر ما يبقى بقلبهم الرحمه، لان مفيش بشري يوصل لهذا الحد انه بيذبح واحد كانه بيذبح فرخه. طبعا احنا عندنا الكنيسه اصدرت بيانا منذ قليل، وطبعا قالت ان دماءهم تصرخ امام الديان العادل الذي لا يغفل ولا ينام، وطالبت بالقصاص للشهداء، وقالت انه مصر لن تهدأ حتى ينال الجناه جزاءهم، ومفيش مصري هيهدأ ابدا الا لما يشوف على الاقل انه ما الذي فعلناه للصقر. والصقر هنا ليس انفعالا طائشا، حينما نطالب بالفقر نطالب به وفقا لخطوات يجب ان تكون سريعه ومدروسه. قمص استفانوس، هنا تعتقد ايه الهدف من بث هذه المشاهد بهذا الشكل؟ هو طبعا اولا محاولة زعزعة مصر ودخول مصر في حرب مع بلاد اخرى، وده الهدف من بث الفيديو. يعني اولا يعني انت لو تسمع كلامهم ان هم بيحاربوا روما وبيحاربوا البلاد، وان هم المسيحيين هيخلوهم يعملوا ايه، وكلام طبعا لو تسمع الفيديو اسوائل كلام يعني صعب جدا بيقولوه.
لكن بما فيها وبلا شك احنا اذا كنا يعني انا سمحت اللي بيكلمك الاول انه بيتهم ان مصر مصر يمكن قصرت شويه في الشفافيه، انها ما كانتش في شفافيه من السفير بدر عبد العاطي، انه كل شويه يقول لك في مفاوضات في سريات في سريه، وما كانش في اي حاجه، ما كانش في تحرك قوي من الدوله ان هو يقول في شفافيه. لكن احنا عارفين ان ليبيا في مكان دلوقتي بلا دوله بلا حكومه. احنا الحقيقه قلنا امبارح، قلنا ما تضحكوش على الناس، لا في حد بيتفاوض مع داعش، ولا داعش تعرف التفاوض، ولا داعش يمكن ان يتم التفاوض معها، وداعش زي ما حصل في الكساسبة هتذبح وهتقتل وتصور وهتبث هذه المشاهد يعني. فكانت الشفافية تقتضي طبعا ان احنا، لكن على الاقل كانوا بيحاولوا يهدوا العائلات شوية يعني. بالضبط، ممكن يكون نوع من نوع التهدئة. طيب كم مصطفى نص تعتقد ما الذي يمكن ان نفعله؟ ما الذي يمكن ان نفعله؟ الناس يطالبون بالثأر. الثأر كما اكدت ليس انفعالا طائشا وغير محسوب. ما الذي يمكن ان نفعله؟ يعني مطالبة المجتمع الدولي مش مصر بس محاربة داعش ومحاربة الشر، لانه شر للعالم كله مش شر لمصر بس. لكن لا بد ان يطالب المجتمع الدولي ان يتحد بقوه لمحاربه هذا الشر العظيم. كوم استفانوس بتوجه لك بالشكر. استاذ مينا ثابت الباحث بالمفوضيه المصريه للحقوق والحريات. استاذ مينا اهلا بيك. اهلا بيك استاذ وائل. استاذ مينا ربنا يصبركم جميعا ويصبر كل مصري، لانه الحقيقه كل مصري يشعر بنفس الالام. خلينا اسالك، لما شفت هذه المشاهد كيف تعاملت معها؟ هو لا يوجد كثيرا يقال يا استاذ وائل، يعني واحنا الاول بتوجه بالعزاء لاسر الشهداء واللي يعني عشنا معاهم المهم وتعبهم فتره طويله منذ وقوع الحادثه ومنذ الايام الاولى. كنا معاهم وكنا بنتابعهم في الخطوات اول باول يعني. وانا يعني للاسف ما فيش كلام كتير يتقال عن الحادث، ولكن انا بحمل السلطات المصريه انها تخذلت عن التصرف لمده ما يزيد عن 50 يوم، وقبل كده تخذلت عن التصرف لمده 12 يوم، لان داعش اعلنت مسؤوليتها عن خطف الضحايا يوم 12 يناير الماضي، في ظل ان هم تم اختطافهم يوم 29. الا ما الذي يمكن ان تفعله؟ ما الذي يمكن ان تفعله الحكومه المصريه؟ لازم يمكن تفعله الحكومه المصريه على الاقل كانت انها تبذل مزيد من الجهد في الوصول لمعلومات عنهم. لم تطالبنا الحكومه المصريه حتى هذه اللحظه ببيان رسمي واحد حول اسامي الضحايا. احنا اللي اعلنا اسامي الضحايا عن طريق الاهالي. لم تنشر الحكومه المصريه بيانا واحدا بالحوادث المختلفه اللي تم ابلاغها بها بشكل رسمي في وزاره الخارجيه، وهنا وتم ابلاغ الجهات المعنيه من مخابرات ومخابرات حربيه وغيرها في كثير من الحالات، وحتى الان لم تطالعنا السلطات المصريه ببيان واحد. حتى الان ما يزال هنالك ثمانيه تانيين جوه الاراضي الليبيه مختطفين من اشهر اغسطس، ودول كانوا من ابناء محافظه اسيوط، وواحد كمان من المنيا، ولسه في اثنين تانيين مختفين من اسكندريه، ولحد النهارده احنا مش عارفين مصيرهم ايه. فارجوك، لا في تقصير من الحكومه المصريه. لا، ما انا بسالك ما الذي يمكن في اعناقهم وفي اعناقهم. ما انا بسالك قبل لم يتحرك ولم يبذل جهد في الوصول لابناء. لما بنسال الحكومه المصريه بتقول انه الوضع في ليبيا لا نعرف مع من نتعامل، داعش ليست دولة حتى يتم التفاوض معها والاتصال بها، داعش عصابات تعيش في أماكن محددة وبتستخدم العمل المسلح بشكل همجي يعني. لكن خلينا في كل الأحوال أستاذ وائل، هل حضرتك سمعت مني أنا طلبت أنها تتفاوض على شيء؟
هل حضرتك سمعت مني انا طلبت انهم انا كل ما طلبت ان يكون هنالك اهتمام بالضحايا بأسر الضحايا ان يكون هنالك اهتمام بالموضوع ان تطالعنا الحكومه ببيانات رسميه عن الحالات عن اماكن تواجدها يعني هل هنفشل للوصول حتى الى المعلومات انا ما قلتش ان احنا يعني وطالبهم بالتفاوض مع جماعات ارهابيه في ظل ان في ناس ثانيه تفاوضت زي الاردن تفاوضت وابدت استعداد وذلك حفاظنا على حياتنا ولم يؤدي التفاوض الى شيء لانه لا اطالب بذلك يا استاذ وائل انا كل ما طالبت به ان يكون هنالك شفافيه في التعامل مع الامر ان يكون هنالك اهتمام ان يكون هنالك تواصل ولكن للاسف حتى اليوم حتى اللحظه الحكومه المصريه فشلت في التعامل مع هذه الازمه ولا يزال 8 من ولادنا موجودين دلوقتي جوه ليبيا ومش عارفين مصيرهم هل ننتظر الى ان نسمع فيديو او نشوف فيديو تاني بالمنظر ده يعني هل تم امتهان كرامه المصريين للدرجه دي مش ممكن يا جماعه استاذ مينا ثابت بتوجه لك بالشكر الف شكر مفيش شك انه هتلاقوا في حاله الغضب في الصدور وعلى الالسنه وعلى الوجوه وفي القلوب حاله الغضب بالإضافة إلى المطالبة بالفقر والانتقام المطالبة بالقصاص العادل لأنه مشهد 21 يتم ذبحهم مشهد مهين ومؤلم لا يمكن لأحد أنه يتحمله هنحاول نشوف ما الذي يمكن أن نفعله يهمنا جدا أنه ما هي الخطوات